على المستوى الفني والتكتيك بقى كابتن مجدي، انتقادات كتيرة جدا لموسيماني على مستوى عدم تثبيت التشكيل وتحديدا الرباعي الهجومي. بتشوف ان فعلا ده انتقاد في محله، ولا هو امكانيات اللعيبة او ظروف اللعيبة وعدم ثبات مستواها هو اللي فرض عليه الوضع ده؟ لا، هو موسيماني حصل عنده في انا شايف ان في بعض المشاكل حصلت في اثناء الروتيشن بتاعه. نمرة واحد، ريح ناس كانت في التوب فورم لفترات طويلة غير مبررة. زي مين مثلا؟ زي اليو ديانج. اليو ديانج كان في التوب فورم بتاعه، مش هنقول في التوب فورم، انما كان فورمته عاليه، يعني وصل حوالي 70-80% يلعب تاني على طول بالظبط، يرجع يقعد ماتش ولا حاجه وبعدين يبدا يكمل، لان هو لعيب بان تاثيره مع التيم. صح، ده نمره واحد. نمره اتنين، محمد شريف، انا عندي عاوز هداف، انا بقالي فتره عاوز هداف، عاوز راس حربه يجيب جوال. نسبة استغلاله للفرص تبقى أعلى من نسبة اللعيبة الموجودة. فجالي محمد شريف واتضح هذا في المباراة اللي لعبها. طب إذا طريقة استغلالي لاستخدامه لازم تبقى أفضل من كده. في الفترات اللي هو عمال بيجيب فيها جوال بدأ يقعد، وبدأ يقعد بشكل مبالغ فيه، ونتيجته إنه لما بدأ يرجع يشتغل فقد حست، مش هنقول فقد، انما بعدت عنه شويه حسيت التهديف، او بعدت عنه فرص التسجيل. ليه؟ لانه بعد عن الملعب، عن المستطيل. صحيح. فدي بتفرق كتير. وقيس على كده بعض الناس، في ناس هو مجبر ان هو نتيجه اصابات او ما بنتكلمش فيها، انما في بعض العناصر لا، لازم تبقى موجوده. دلوقتي انا رايح العب سيمبا في العب بثلاثه ديفندر في وسط الملعب، ما لعبتش مع بايرن ميونخ كده. يعني انا ما لعبتش مع بايرن ميونخ كده، فهلعب مع تسيمبا كده عشان ايه؟ عشان الجو. لا، مش يعني قصدي اقول مبرر مش كافي. ان انا عشان الجو اقوم العب بثلاثه ديفندر، ثلاث محاول ديفندر، فاقوم اخسر كل الجيم. هو الغريبه كابتن مجدي ان موسيماني اول ما تولى المسؤوليه كان حاطط كل حاجه على عدلتها ومظبوطه جدا، وده كان حاجه مفاجاه، لان عاده انت كمدير فني جديد. كابتن احمد ماهر كان يقول انا جيت امسك شقه مفروشه، الانتريه مكانه والسفره مكانها والصالون مكانها، ماليش دعوه. هو ده الشكل حلو. هو ده اللي هو عمله بالظبط، ودي كانت حاجه مفاجاه، لان عاده يعني المدير الفني الجديد بيبقى عايز يعمل تباديل وتوافيق، لسه بيستكشف. هو العكس تماما، هو جه حط كل حاجه في مكانها، حتى قفشه اللي كان بيلعب على الخط مع فايلر في اخر ايام فايلر حطه في مكانه، كل حاجه زي الفل. ابتدى يعدل بعدين، ودي حاجه غريبه. انت كنت ماشي وزي الفل واداء ونتائج زي الفل، رحت معدل وانت مفيش. هل هنا في تأثير عليه؟ هو بقى دي الفكرة. هل بقى ده دور الجهاز المعاون او حد، او هو بيسمع، او هو ما اقدرش. حتى لو بيسمع، هو لازم، انا لما اجي اسمع لازم اسمع واقارن. بالظبط، ما اسمعش بس، هسمع واقارن بين اللي انا بسمعه وبين اللي اوريدي قدامي واللي انا جربته واشتغلت بيه. فالنصيحة اللي هتجيلي متماشية مع اللي انا ماشي بيه هقبلها او هتزود منه، انما لو جات لي عكس اللي انا ماشي بيه، انا ماشي كويس. اللي انا ماشي بيه ماشي بيه كويس. النصيحه اللي هتجيلي عشان اتني ماشي في اللين بتاعي، اهلا وسهلا بيها. اللي مش هتبقى موجوده وتتماشى معايا هتبقى صعبه، انما انا بستبعد دي. دي بنات افكاره هو دي، لانه هو مسؤول عن الكلام اللي بيقوله. وفي تصريحاته حتى بعد التصريحات كمان زعلت جمهور النادي الاهلي منه. صحيح. في كاس العالم انديه. صحيح. ورجع فيها على طول، حد نصحه بان ما ينفعش كده، فرجع فيها على طول. التصريح الاولاني بيديني انا مجدي الانطباع عن شخصيه موسيماني في العمل التدريبي مع الفرق الكبيره، لازم اكش. ومع انا شخصيا مجدي الفاينل بتاع افريقيا اللي كسبناه أنا ما عجبنيش أدائنا ما اتبسطتش، مبسوط جدا ان انا خدت البطوله. انما كنت ما كنتش مبسوط ان احنا خدناها بالشكل ده. كنا نقدر ناخده احسن من كده، ناخده برضه وناخده احسن، نقدر مش ما نقدرش، نقدر كويس جدا ناخده احسن من كده بكتير. يعني